بس عمرو علي نصر ثلاثة، سالم براء، عمر طارق براء. بالنسبة للأحكام، أحكام الإعدام طبعا أحكام قاسية جدا، خاصة أنه لم ترتكب أي جريمة مسة بأمن الدولة. وبالنسبة لل إن شاء الله هيقدم التماسات فورا من باكر بالنسبة لأحكام الإعدام، وسيطعن على هذه الأحكام. أما بالنسبة للأحكام الأقل من الإعدام ففيها أحكام معقولة وفيها أحكام بتتوازن أو مناسبة جدا. شمر كمان لك عسل، لو شمر كمان